عام 2013 اختار الجيش الأمريكي هذه الغابة الواقعة في جزيرة ويكيكي في أرخبيل هاواي لإعداد جنوده لظروف القتال في المناطق الرطبة بعد أكثر من 50 عاما على انتهاء الحرب في فيتنام وشبه الجزيرة الكورية. وفي الوقت الذي يتصاعد فيه التوتر بين كوريا الشمالية من جهة وجارتها الجنوبية واليابان من جهة ثانية، يسعى الجيش الأمريكي لاختبار قدرات جنوده في عبور الأنهار والتسلق والزحف في المناطق الموحلة بهدف مواجهة أي تحد في مثل تلك المناطق. عندما ننظر إلى مناطق عملياتنا العسكرية نلاحظ أن 50% من المناطق على كوكب الأرض متصلة بالمحيط الهادي، والكثير منها يغطيه الغابات. هذه التدريبات لا تهدف فحسب إلى اختبار الكفاءة القتالية والعسكرية للجنود، بل إلى اختبار قدرتهم على تحمل ظروف العيش في الغابات الممطرة حيث ترتفع نسبة الرطوبة إلى مستويات قياسية وتنشط مختلف أنواع الحشرات على مدار الساعة. الجنود وغير الصلبين عقليا سيواجهون تحدي الصلابة في بيئة الغابة، وسواء صمدوا أم لم يصمدوا فإن الغابة لا يعنيها الأمر في الحالتين، فقط أنتم عليكم أن تنجحوا في عبورها. إذن برنامج التدريب هذا يهدف إلى تنويع خبرات الجنود القتالية في كافة البيئات الطبيعية الصعبة بهدف رفع قدراتهم على القتال في الظروف المناخية الصعبة وعدم التركيز على نوع واحد من التضاريس المكشوفة والمناطق الصحراوية والجافة.